نوريكم خويا سمعت مثلا شي حاجه لي سامبل شي حاجه لي زوينه وكذلك بثمن مناسب. كاين هذا الثمن ديالو 2200 درهم، هذا الثمن ديالو 2200 درهم ديال 44000 ريال 220 اورو. كاين هذا ديال 3 دي ب 1800 درهم ديال 36000 ريال. كاين هذا الموديل هذا ب 1500 درهم 1500 درهم 1800 درهم 2200 درهم، بغيت نبالغ في حدود 12 غرام. مرحبا سي كرم، انا نحاول نقلب لك على شي وحده في 12 غرام. يلا هذا الثمن ديال التناول الجامع اللي بغاتو مرحبا. 1500 درهم هي 30000 ريال، وهذا 1800 وهذا 2200 درهم. يلا اللي بغات شي حاجه تسكرينيها، اللي بغات شي حاجه مودرن كاين هذا ب 1950 درهم، ها هو 1950 درهم. كاين هذا ب 1800 درهم 36000 ريال، وكاين هذا ب 34000 ريال. هذا ب 34000 ريال، اللي بغاتو دير له سكرين ودخل عندي غير الواتساب على لا ومرحبا والف مرحبا بك. يلا بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، والله يجازيكم بخير وتحياتي لكم. واللي بغات لي كريول شي حاجه لي زوينه مثلا بحال هذا الموديل هذا، الثمن ديالهم 1200 درهم هي 24000 ريال. هادو ب 24000 ريال هي 120 الاورو، تيجيو زوينين في اللبسه 120 الاورو. هانتوما تيجيو زوين. كاين هاد الموديل الصغارين للبنيسات الصغار اولا حتى السيدات الكبار اللي تيبغيو شي حاجه لي سامبل، الثمن ديالهم اللي هو 900 درهم 90 الاورو. هادو 900 درهم هي 18000 ريال، نتمنى يكونوا باينين لكم واضحين. كاين هاد الموديل اللي غنوري لكم ايضا، حتى هما تيجيو زواونين، الثمن ديالهم اللي هو هادو تقريبا دايرين 1000 درهم هي 20000 ريال، 20000 ريال، ها هي 1000 درهم 20000 ريال. زعما نزيد نوريكم ان شاء الله السلعه راه موجود الخير. واللي بغاو اللي بغاس لي مثلا ديال لي بول بحال هاد التشكيلات هادو، ها هما اللي بغات شي حاجه ديال لي بول مثلا بحال هاد التشكيلات هادو، ها هما شي حاجه مودرن وكذلك شي حاجه للاستعمال اليومي غتستعمليها دائما. حيدو هادو خليته نكمل لكم هادو. ها نتوما شي حاجه لي زوينه وكذلك للاستعمال اليومي، ها هما هادو تيجيو دومي بغاسلي، تيجيو من اللور ديالهم دومي بغاسلي. اللي بغاتهم دير لهم سكرين مرحبا. كاين هذا داير الثمن ديالو 4900 درهم ديال ليبول، 4900 درهم ليا 490 الاورو، ها هو 490 الاورو. تيجي واعر في اللبسه ديالو، يعني الا زدتي الخاتم ديالو الانصامبل ديالو تيجي يا سلام. نحاول نوريه ليكم هنايا بشكل تيبان اوضح. الثمن ديالو اللي هو 4900 درهم 490 الاورو. يلا بارطاجيو معنا الاخوان دي اللايف ديال اليوم باش هكا ساعدونا باش نوصلوا لبزاف ديال الناس ويوصلوهم لي زارتيكل ديالنا والمجوهرات ديالنا اللي بغينا العالم كامل يعرفهم ان شاء الله. الثمن ديالهم هو 4900 درهم 490 الاورو. ورينا سنسله العنق. مرحبا اختي موجودين سنسله العنق. كاينه هذا الموديل هذا، ها هي سنسله ديال العنق بالخميسه ديالها ب 1850 درهم. هذه الثمن ديالها اللي هو 1850 درهم 185 الاورو، 185 الاورو. تجي فيها سنسله ديال الكورميط مع لو بوندونتيف ديال الخميسه 1850 درهم. يلا بارطاجي بارطاجي بارطاج. كاين هذا الموديل ديال لانفيني، ها هو موديل ديال لانفيني، الثمن ديالهم 2150 درهم 2150 درهم. تيجي واعر في اللبسه، نحاول نوريها لكم في المانكا. ها هي 2150 درهم، تستاهل تبارك الله ما شاء الله 2150 درهم. شوفوا لو بوندونتيف كي دايره، فيها سنسله صحيحه 2150 درهم. كاين دوطخ موديل مازال كاين الخير. كاين هاد الموديل هذا الثمن ديالو 2600 درهم، تجي فيها السنسله زوينه ديال الحصيره 2600 درهم، وفيها لو بوندونتيف صحيح 260 الاورو. ها هي 260 الاورو، تجي واعره في اللبسه 260 الاورو اللي هي 52000 ريال هي هذيك. شوفوا البوندونتيف كيفاش تجي، وشوفوا السنسله كي دايره ديالها 260 الاورو اللي هي 52000 ريال، 52000 ريال 260 الاورو. كاينه السنسله ديال البيكالا، ها هي واحد البيكالا للبيع،
بيكاله جديده مازال ما عمر شي واحد ركب عليها. ها هي الثمن ديال 1850 درهم. 1850 درهم تا تجي شي حاجه يا سلام فنه. 1850 درهم. يلا بارطاجيو معنا هذا اللايف ديال اليوم وتحياتي لجميع المتابعين اللي تيبارطاجيو معنا ومرحبا الف مرحبا بكم. ها هي ندخلوا للناس ديال الانستغرام حتى هما يتفرجوا معنا ان شاء الله باذن الله. نحاول نوريوهم راتكو. بالنسبه لراتكو اختي على حسب الغراماج اللي تطلبي، كي قلت لك من 500 درهم ل 530 درهم على حسب الغراماج اللي تطلبي. ها انت كاين هذه كي قلت لكم دايره الثمن ديالها ديال البيكالا دايره الثمن جد مناسب. ها هو الثمن ديالها اللي هو 1850 درهم. هادي 1850 درهم، 185 الاورو، 185 الاورو. تجي واعره في اللبسه اللي بغات دير لها السكرين وتواصل مع نسي واتساب ومرحبا. رينا الخواتم مرحبا، غنوريكم المحل كامل اليوم ان شاء الله. غير بقاو معنا في اللايف ديال اليوم والمحل كامل غادي تشوفوا. كاين هذا الموديل هذا الثمن جد مناسب حتى هو، الثمن ديالو 1900 درهم ل 38000 ريال. اختي نبيله ما شفت الميساج ديالك، 1900 درهم ل 38000 ريال. الحمد لله. الثمن ديالها اللي هو 1900 درهم 38000 ريال. السلام عليكم خويا، ممكن تورينا الدميلجات؟ مرحبا اختي موجودين، انا نحاول نوريهم لك. كاين هذا الموديل هذا ديال الطروات دي، ها هي السنيسله ديال الطروات دي زويونه. ها هي الثمن ديالها 1000، الثمن ديالها هذه 1550 درهم اللي هي 31000 ريال. العيار 18 الكار اختي، هذا 1550 درهم اللي هي 31000 ريال. 31000 ريال اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم. كاين هذا الموديل هذا ديال الكلو، خاتم مارياج، خاتم مارياج ديال الكلو، شي حاجه اللي صحيحه غتلبسي وتعرفي راسك المليح. الثمن ديالو اللي هو 2400 درهم 48000 ريال. 2400 درهم هي 48000. شي براسلي بالزوقه ديال المسمار يكون ثمنه من بين 2000 درهم 3000 درهم. كاين ديال المسمار ب 3000 درهم بحال هكا 3300 درهم. هذا بعدا الثمن ديالو كي قلت لكم راه داير 2400 درهم 48000 ريال. كاين هاد لاباك ديال لويزا، لاباك ديال لويزا تيجي مدوبل من الداخل ديالو. الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم 70000 ريال هي 350 الاورو، 350 الاورو. كاين عندنا دو براسلي اليوم دايرين بحال هاد الشكل هادو ديال الكارتي، القياس ديالهم صغير 5.8 سنتيم، القياس ديالهم 5.8 ديال السنتيم، تيجيو زوينين في اللبسه. الثمن ديالهم اللي بغات حتى واحد مرحبا. هادو الثمن ديالهم بجوج 8300 درهم، هادو بجوج بهم 8300 درهم. السلام عليكم، الدمليج ديال الروزات قياس 6 سنتيم عافاك. مرحبا، انا غنوريك واحد شوف الى عجبك، راه عندي اونصومبل كامل ديالو 8300 درهم. 8300 درهم بجوج بهم، هادو بجوج بهم 8300 درهم. ورينا شي حاجه ب 2000 درهم. مرحبا كاينه، شحال خويا عصر صابون؟ 18000 درهم. 18000 درهم ليا مليون و 160000 ريال. كاين عندنا 3 براسلي، ها هما الثمن ديالهم اللي 11000 درهم، 3 ديال اللي براسلي ب 11000 درهم، مليون و 20000 ريال. هادو مستعملين، فيهم 22 غرام فاصلة 9، 22 غرام فاصلة 9، تيجيو ب 11000 درهم على سوم 480 درهم للغرام، على سوم 480 درهم للغرام. اللي بغاتهم دير لهم سكرين ومرحبا. القياس ديالهم 5.8 سنتيم، القياس ديالهم 5.8 سنتيم مستعملين. كاين هذا كي قلت لكم داير 18000 درهم، فيه 37 غرام ونص، هذا فيه 37 غرام ونص على سوم 480 درهم. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. مهدي انا داك البراسلي اللي البراسلي اللي حاطه تما هو السنسله. هادو الثمن ديالهم ب 480 درهم للغرام، 480 درهم للغرام. اللي بغاتهم دير دخل عندي الواتساب ومرحبا. البراسلي عطيني هذاك وعطيني هذاك البراسلي اللي عاد شديتك بيه.
مخرم اللي بغاتهم دير لهم السكرين وتواصل معنا سير واتساب ومرحبا والف مرحبا بكم. كاين عندنا واحد لاباك ديال لويزا سير كومون تنصاوبوه الثمن ديالو اللي هو 1900 درهم 38000 ريال 38000 ريال 190 الاورو 190 الاورو اللي هي 38000 ريال صافي. كاين عندنا براسلي واحد اخر فيه 12 غرام فاصلة 8 12 غرام فاصلة 8 على سعر 480 درهم الغرام تيبقى لك ب 6140 درهم 6140 درهم ها هو هذا مستعمل على سعر 480 درهم الغرام ها هما اللي بغاتو دير له السكرين واحد القياس ديالو 6 سنتيم تقريبا تيجي زويون في اللبيسه وكذلك مازال نقيقي ها انتم اللي بغاتو دير له السكرين ومرحبا والف مرحبا هذا مستعمل. بغيت مراتكم الراتكو ديال اليد واخا خصني انا نوريك الراتكو ديال اليد كاين هذه ديال الاس كاين هذه ديال الاس اللي تجي هكا فيها ثلاثه ديال لي اس ها هي نتمنى تكون واضحه لكم مزيان الثمن ديالها 4700 درهم هذه الثمن ديالها 4700 درهم وكاين السامبل ديالها ها هي السامبل ديالها ب 4000 درهم هذه ب 4700 درهم ديال الاس والسامبل دايره ب 4000 درهم هي 80000 ريال خاتم موف يس نقولها كاين خاتم موف مرحبا راه غير لي كومونتير بعض المرات تنساها ما تنشوفهمش حيت تندوز لكم لي زارتيكل مرحبا ورينا براسلي دكلو واخا مرحبا خلخال مفضلك مرحبا اين مدينه حنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر هذا كي قلت لكم راه 4000 درهم وهذا 4700 درهم وهذا داير الثمن ديالو اللي بقى ليا واحد ب 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 38000 ريال. كاين عندنا غورميطا ديال الكافيه بقات وحيده في هذه الكافيه ب 1600 درهم ها هي 160 الاورو اللي هي 32000 ريال اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معنا سير واتساب 1600 درهم تجيها في اللبسه ديالك فاش تجي ها هي 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. كاين هذه ب 4000 ديال القريطيسات واعره تجي في اللبسه الثمن ديالها اللي هو 4400 درهم 88000 ريال 88000 ريال اللي هي 440 الاورو هاي 440 الاورو براسلي ديال الروزه ها هو اختي عندي اونصومبل كامل ديالو ها هو هذا بعدا خلاص البراسلي ديالهم في القياس ديالو 6 سنتيم القياس ديالو 6 سنتيم تيجي مضوبل من الداخل ها هو شي حاجه فنه وعندي اونصومبل كامل ديالو الا بغيتيه بالنسبه لهذا فيه 10 ونص هذا لو موديل هذا 10 غرام ونص كيبقى لك ب 6000 درهم هذا فيه 10 غرام ونص ب 6000 درهم 120 الف ريال لي غوزاز فغي ها انتما اللي بغاتو ديرو السكرين ومرحبا والف مرحبا بكم قياس ديالو 6 سنتيم والونسومبل ديالو كامل داير مليون و 106000 ريال ها هما اللي بغاتو غير تسكريني ودخل عندي الواتساب ها هو اختي الا عجبك دخلي عندنا الواتساب ومرحبا شي مازال ما وريتش كاين هاد البوندونسيف هادي ديال البلوطه تتجي واعره في اللبيسه ها هي صحيحه وديال الاستعمال اليومي يعني الا استعملتيها غادي تستعمليها للحضور ولينا الدمالج الكبار والسلات الكبار بليز مرحبا اختي جيسكي مرحبا كاين هذا الموديل هذا فيه 12 غرام فاصله 8 دايره الثمن ديالها 7000 درهم هذه 7000 درهم 140000 ريال 140000 ريال اللي هي 700 الاورو 6000 درهم هي 600 اورو تقريبا اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا والف الف مرحبا بكم هذه التعليقه ديال البلوطه. كاين هاد لو براسلي ديال الجاكوار داير الثمن ديالو 6000 درهم هي 120000 ريال ها هو الثمن ديالو 120000 ريال 600 اورو ها هو اللي بغات 6000 درهم هي 120000 ريال تيجي واعر شحال الغرام بالاورو 18 كرام من 500 درهم اختي للفوق. كاين هاد لو براسلي ديال الكلو الثمن ديالو 6000 درهم ها هو الثمن ديالو 6000 درهم 120000 ريال اللي هي 600 اورو عفكو رينا غورميت اللي موريد مرحبا اختي انا نوريكم جاوبني عافاك اختي حلويات والله ما عرفت شنو قلتي لي علاش نجاوب كوبي والميساج ديالك وكولي بشكل ما تبقيش تعدي